انا عندي اصحاب كتيره جدا جدا، وعندي اكتر من 600 رقم على التليفون، وفي ناس كتيره جدا جدا بتشوف الاستوري عندي وكل حاجه، بس انا حاسس ان انا وحيد، حاسس ان انا لوحدي، حاسس انا ماليش صحاب. فلو انت بتحس الاحساس ده فالفيديو ده ليك، يلا بينا. ازيك يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب كده بخير. لو اول مره تشوفني انا كريم عيد، فبقدم محتوى لايف ستايل وموتيفيشن سبيكر. ادخل كده خد لك لفه، ولو عجبك المحتوى ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب. يلا بينا نبدا على طول في موضوع الحلقه. طبعا قبل اي حاجه، شكرا لل 1000 شخص او ال 1 كي او ال 1 كي وصلها في قناه الجيمنج، شكرا جدا جدا. ولو انت مش عامل سبسكرايب لقناه الجيمنج هتلاقيها تحت في الديسكربشن، او هتلاقيها في الاي اللي هنا دي كده، ما هتستمتع يعني بنلعب هناك لعب جميله والكلام ده، فيعني روح هناك شرفني هناك يعني، يا ريت. ونزلت فيديو انا قبل كده وكنت لابس فيه قميص وفاتح اول زرارين يعني والكلام ده، ولقيت ناس تحت في الكومنت بتشتمني، بتقول لي انت بتتصنع شخصيه بشخصيتك، ومش انت كده اصلا خالص، او دي مش شخصيتك، ويا ريت ما تبقاش سرسجي، ومفروض انت بتتكلم على لايف ستايل وموتيفيشن سبيكر فتكون محترم والكلام ده. فعشان انا ديمقراطي يعني بسمع كلام الجمهور والكلام ده، فانا نزلت واشتريت قميص تاني وبرده فتحت اول زرارين. فالناس اللي بتشتمني وبتقول لي كده باد بوي. طيب ندخل بقى ايه في موضوع الحلقه على طول. انا واحد عندي ناس كتيره جدا جدا على انستجرام، وناس كتيره جدا جدا تعرفني في الجامعه، وتقريبا كل ما بمشي في الجامعه لازم كل مثلا 5 دقايق واحد يوقفني، ازيك يا كريم عامل ايه الحمد لله والكلام ده، وده حرفيا بيحصل معايا في الجامعه. وعندي ارقام كتيره جدا جدا على الواتساب، وعندي ارقام كتيره جدا جدا اصلا على التليفون، ووصلت لدرجه ان في ناس بتقابلني اصلا في الجامعه وتقول انت كنت مكلمني امبارح على الواتساب، واللي احنا قلنا ان احنا نتقابل النهارده والكلام ده، وانا مش عارفك اصلا، انا مش فاكرك. ودايما حاسس ان انا في وحده، دايما حاسس ان انا ماليش صحاب مثلا غير بس واحد او اتنين بس، وكل الارقام التانية دي بالنسبه لي هي عدد بيشوف الستوري اللي عندي، او عدد بيشوف الفيديوز اللي عندي. لكن بالصحاب اللي هم نخرج بقى مع بعضينا ونروح نعمل شوبينج مع بعضينا ونخرج ونسهر والكلام ده، يعني ممكن في حياتي كلها مثلا لو في واحد مثلا اعرفه فهي صوره مثلا من 3 سنين وهو بقى لسه فاكرني بيها وانا مش عارفه اصلا. فليه بحس بقى بالوحده دي، او ليه الناس دي بتحس ان هي لوحدها؟ خلينا بس متفقين ان كتر الصحاب اذا كان ولاد او بنات هو حاجه وحشه. في ناس تقول لا انا طبعا يبقى ليا اصحاب كتيره جدا، 500 700 صاحب، وننزل نقعد مع بعضينا كده على الكافيه وعلى القهوه ونفضل نضحك ونهزر والكلام ده. بس لو انت جيت فكرت فيها هتلاقي مثلا انت لو نازل مثلا في جروب مثلا 8 او 10 او 15 او طبعا كتر العدد، فانت قاعد هتبقى انت مستمتع باللمه والكلام ده، بس لو انت عايز تحكي حاجه انت عايز تحكيها مثلا، او مشكله انت فيها، هتلاقي نفسك انت مش عارف تتكلم، او مش عارف مثلا تاخد مثلا صاحبك القريب ده على جنب فتقول له. لو انت مثلا نازل في 15 16 واحد مثلا نازلين وخارجين والكلام ده، انت هتلاقي نفسك انت بتضيع وقتك مثلا مع كل واحد ربع ساعه، فالخروج خلاص خلصت. غير لما انت تنزل مثلا مع واحد او اتنين بس، تبقى انت كل تركيزك معاهم الساعتين او الثلاث ساعات اللي انت هتقعدهم دول، فتحكوا بقى مع بعضيكم مشاكلكم وتحلوها والكلام ده. فانا من رايي الشخصي يعني ان فكره ان انا يبقى عندي اصحاب كتيره مش مقتنع بيها بصراحه يعني. فعشان كده بلاقي الناس اللي هي بتوقفني ازيك يا كريم مش عارف ايه، وانا مش عارفه يعني، انا مش بتكبر عليه، لا انا حرفيا مش عارفه او مش فاكره. فاللي هو بلاقيه اللي هو زعل بقى، اللي هو انت كنت مكلمني اول امبارح وقلت لي ازيك عامل ايه، اللي هو انا اصلا ما بكلمش حد حرفيا، مثلا اللي بيدخل بيكلمني فانا برد عليه اللي هو اكيد رقمك عندي فاكيد انا اعرفك، لكن مش اللي انا اعرفك وش، لا انا اكيد انا اعرفك عشان رقمك عندي فانا برد على الاساس ده. شايف من وجهه نظري الذي ليس لها اي قيمه في الحياه ان كتر الصحاب قوي ده مش شيء منطقي، هو شيء مضيع للوقت فقط يعني. وزي ما قلت لك، هو لو كل واحد من صحابك الكتير قوي دول خد من وقتك مثلا ربع ساعه مثلا في الاسبوع، فانت شوف مثلا هيتبقى لك كام اصلا في الاسبوع، انت هتلاقي نفسك انت حرفيا وقتك خلصان، او وقتك خلصان كمان على ناس انت مش عارفهم اصلا او انت مش قريب منهم. ولو انت جيت برضو ركزت برضو كده او فكرت، لو انت شفت مثلا في مثلا جروب مثلا بنات او جروب مثلا ولاد 10 20 بنت، هتلاقي ان في دايما 3 مثلا كده مع بعضيهم مقربين يعني جوه الشله الكبيره دي. انا طبعا بتكلم على البنات والولاد يعني، جوه الجروب الكبير ده هتلاقي ان في اصلا جروبات صغيره جوه يعني. مثلا هو مثلا لو انت عندك 10 اصحاب، فهتلاقي مثلا انت قريب جدا جدا من حد، وفي واحد تاني قريب جدا جدا من حد والكلام ده. ولو هم نازلين مثلا يعملوا شوبينج مثلا او يحكوا لبعض حاجه، هتلاقيهم ان هم مع بعضيهم لوحدهم، لكن في نزوله كبيره فانتوا بتنزلوا كلكم وخلاص. ودي مالهاش علاقه بالاجتماعيه او انت اجتماعي او مش اجتماعي والكلام ده، هي ليها علاقه باللي انت بتخصص وقتك للناس الصح، فاهمني؟
فيعني في ناس كتيره برضو بتقول لي انت مش اجتماعي وانت عندك بس اتنين بس من صحابك بس والباقي كله ارقام والكلام ده. انا يعني ما عنديش مشكله ان انا اعرف ناس كتيره، بس هل الناس دي هتنفعني في حياتي؟ هل الناس دي وانا بكلمها هبقى هقول له على كل حاجه انا عايز اقولها له، ولا هتبقى تقضيه واجب وخلاص؟ فلو تقضيه واجب يبقى انا كده بضيع وقتي وخلاص. ف نصيحتي في الفيديو ده ان لو عندك صحاب كتيره ملهمش لازمه حاول تصفيهم، اللي انا مش بقولك تقطع علاقتك معاهم لا، اللي هو حاول على الاقل تصفيهم، تشوف مين اللي اقرب ليك جدا 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 وتقرب منه بس. لكن الناس التانية ممكن اخرجه في الشهر، ممكن اخرجتين في الشهر، لكن فيك انت تضيع وقتك مع ناس انت مش قريب اصلا منهم. انت ممكن في الوقت ده كنت تعمل حاجه لنفسك او تتعلم كورس معين او تعمل حاجه لنفسك انت عموما يعني. وطبعا مش شيء منطقي ان انت تعرف ناس كتيره جدا جدا هي بالنسبه لك فيوز بس على الستوري اللي انت بتنزلها على انستجرام افضل من انك تعرف اتنين تلاتة بس هم اصحابك بجد، صحابك فعلا لما تيجي تقع تتسند عليهم وبس. يعني انا لقيت ان الموضوع ده في دماغي، فانا قلت اطلع ادردش معاكم في الموضوع ده بما ان انتوا اهلي يعني. وطبعا عايز اقول لكم ان احنا خلاص قربنا جدا جدا، فاضل 120 سبسكرايب عشان نوصل ل 5000 سبسكرايب، او انا مش بسميهم سبسكرايب بصراحه، انا مسميهم 5000 شخص وثقوا او 5000 واحد من العيله بتاعتنا. انا عايز يعني ان شاء الله الفيديو اللي جاي نكون واصلين 5000 واحد او 5000 عضو في العيله بتاعتنا. وطبعا ما تنساش طبعا تعمل سبسكرايب للحاجات اللي هتظهر هنا دي كده عشان يجيلك اي ابديت في حياتي، ويعني ما تعرضنيش تاني عشان انا دفعت كتير قوي قوي في القمصان دي يا جدعان يعني، فمحدش يعرضني تاني عشان انا ما بحبش حد يعرضني يعني. وبس كده، ودوس يا كوتش، السلام عليكم.